ترشح واحد اللي غيمثلها الممثل ديال كل مؤسسة تعليمية. وكما قلنا داك المنسق كان الشرط نتاعو انه يكون يعني لا منتمي، ويكون الهدف ديالو الوحيد والاوحد هو الدفاع عن حقوق الشغيل التعليمية، يعني ورفض هذا النظام بالدرجة الاولى، رفض نظام المشؤوم اللي هو لانه فيه مجموعة من التراجعات. وبالتالي انخرطنا، يعني انا كان اقتراح من طرف المؤسسة انه مقترحوني نكون انا منسقة، وبالتالي كان لي الشرف انني نحضر التأسيس في داك الجامع العام التأسيسي، والحمد لله مر في ظروف جيده جدا. يعني كان كل شيء متحمل مسؤوليه وحاسس بهذه الماساه اللي حنا واقعين فيها، فداز داك الشيء في واحد الجو ديمقراطي الحمد لله، كان له يعني واحد الاثر جيد حتى على الساده الاساتذه، لانهم كانوا كيحسوا بانهم يعني فقدوا الامل واحد الوقت، وكان خاص باش يردوا الاعتبار ديالهم.